كاس العالم بتروح اورجواي، برازيل، انجلترا، يعني في فرق اسبانيا ما اعرفش. هي دي الفرق اللي هي مصر، جزائر، المغرب، نيجيريا، غانا، دول اللي جايين ياخدوا البطوله. فاهم قصدي؟ لكن في فرق متوسط اللي هي تعمل مفاجاه زي كرواتيا، يعني عندها امكانيات وعندها لعيبه تعمل مفاجاه ايه غريبه وتوصل نهائي كاس عالم. لكن في فرق هي جايه عايزه تتعادل ماتش ماتشين، هي اساسا عملوا احتفاليا ان هم وصلوا لكاس الامم، وده زي اللي بيحصل في كاس العالم معانا، ان احنا بمراحين عايزين نعمل اداء مشرف واقوى طموحنا ان احنا نوصل للدور الثاني، لكن عمرنا ما هنحلم ان احنا ناخد كاس عالم.